خذوني بدلا من أختي، أختي من لحمي ودمي. كلمات فتاة فلسطينية دفعت بها عن أختها التي لم يتجاوز عمرها 12 عاما لحظة اعتقال قوات الاحتلال لها مع والدها في الخليل. بدا المشهد صادما ومؤثرا، حيث تداول ناشطون لحظة اعتقال قوات الاحتلال للطفلة سلوى شادي صدر مع والدها، واقتلوها إلى أحد الحواجز وأخضعوا الطفلة ذات 12 عاما للتحقيق الميداني تحت ذريعة حملها سكينا أثناء وجودها داخل فناء منزلها. وبعد فترة أطلق جنود الاحتلال سراحها بعد تهديدها وعائلتها بالعودة لاعتقالهم. اللي مسكت سكين على الأرض؟ ما كانش في سكاكين، احنا كنا هون ما كان في سكاكين، من وين السكينة؟ ينضم إلينا مباشرة من الخليل شادي صدر، والد الطفلة الفلسطينية سلوى. ويعني سيد شادي، مرحبا بك. أرى سلوى إلى جانبك وأرى أيضا أختها التي كانت تقول بدي أختي هون. مرحبا بكم جميعا. مساء الخير، وبترحم على شهداء فلسطين اللي بيحصل فينا قاعد في فلسطين. يبدو أننا فقدنا هذا الاتصال مع شادي صدر والد الطفلة. سيد شادي، هل تسمعني الآن مرة أخرى؟ أنا معي. طيب، يعني أول شيء بس جميع أهل فلسطين وعلى كل شهداء في فلسطين، وبترحم على أختنا شيرين الله يرحمها دنيا وآخرة. يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه هون في المناطق هذه اللي محتاطة بيتنا من ثلاث مستوطنات حوالين البيت، باستمرار هذا المستوطنين اعتداء على البيت بإحجار بكل شيء، بكل الوسائل اللي بتعامل فيها ضد الإنسانية، يعني بحماية الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية. ما في عند الإنسانية اللي بتكلم عن الإنسانية، ما في عندهم إنسانية دول الاحتلال. باستمرار هذا الإحجار، اعتقال البنت باتهامها إنه في سكينة كانت على الأرض، من مستوطن إلى جنود حملت أهل السكينة على الأرض، يطلع وين السكينة على الأرض حملتها، باب بيتي، باب داري، ولا بتعرض عليهم بأي شغلة ولا بأي مشكلة. طيب شو رأيك يعني سيد شادي؟ سيد شادي، شو رأيك؟ بدي أسمع من سلوى، شو اللي حصل بالضبط معك سلوى؟ شو هاي السكينة وليش قم يتهموكي؟ إيه اللي حصل؟ أول إشي مساء الخير، مساء الخير للجميع. أنا اسمي سلوى سدار، عايشة عند الدبوية بشارع الشلال في الخليل. كنت أنا بلعب أنا وخواتي عندنا باب دخلتنا في الدار. كنا نلعب غادة، لو مستوطن اتهمني إنه أنا حامل سكينة طلتها عن الأرض، بس أنا ما طلت سكينة عن الأرض ولا بعرف أي سكينة اللي اتهمني فيها. بدي يلبسني تهمة من عائلة، بدهم يلبسون التهمة، فهيك أنا ما شفت سكينة عن الأرض ولا طلت سكينة. فهيك إجا الجيش فجأة وأنا ما بعرف ليش إجا الجيش، كان يدور علي. فهيك اجى الجندي بده ياخذني، فهيك حطنا على شقه بده ياخذني. فهيك قلت له شو في؟ بيحكي لي لازم اعطيت لك حامل سكينه طويله عن الارض. فهيك اخذوني انا وابوي، اعتقلوني تحت، نزلونا عند البلده عند البوابه عندهم عند مدرسه اسامه. اطلع ابوي برا وفوتوني لجوا عند مدرسه اسامه برا سياره. صاروا قعدوا ساعة يحققوا معي،
هيك صار اتصل على ضابط شرطة وصار يحكي لي بدك تطولي السكينة اللي تطلعي عن الأرض. بس صرت أحكي له أنا مش السكينة اللي كنت تحكي عنها، بس أنا ما شفت السكينة ولا طولت سكينة عن الأرض. فهيك صار يحكي لي بدك تطوليها السكينة وتعطيها للجندي. قلت له أني سكينة؟ ما بعرف أني سكينة. فهيك بدأ يدقن علي عشان أعطيه السكينة، بس أنا ما كان عندي سكاكين من مرة. فهيك ضل يحكي أعطيني السكينة أعطيها للجندي لأي إشي، شو لأي إشي، بس المهم أعطيها للجندي. طيب قلت له يعني ما ساعة بعرف أني كاملة، سكينة. ساعة كاملة سلوى بيحققوا معك، ساعة كاملة، ايش بدهم هاي الساعة؟ شو اللي سألوكي عليه؟ ايش اللي قالوا لك اياه لمدة ساعة كاملة؟ بالضبط بهاي الساعة، ساعة ونص قعدوا معي عشان يحكوا إنه تقريبا يا اخت ما يقارب نص ساعة ورا البوابة ورا الحاجز لما اخذوها مني البين، وهددني الجيش الاسرائيلي اذا ما رحتش من هون بده يحبسني. طفلة بريئة زي هاي عمرها 12 سنة تلعب بيا وخواتها، لان احنا دارنا يعني محاصره، دارنا اعتبار سجن، دارنا ما في قاعد بطرح يلعب فينا اولاد ولا بعرف يطلع من باب البيت، دارنا دائما باستمرار المشاكل اللي بتصير عليها جوا البيت. يعني طلع الاحتلال بدور على شيء. تسامحونا شويه، يعني طيب سامعينك سيد شادي؟ سامحينا عشان هذا بتصل علي، يعني اللي بقول لك اياه سمعيتني؟ سامعك مظبوط، تفضل. اللي بيصير احنا هون باستمرار هذا الاحتلال والمستوطنين باستمرار بحاولوا يسلطوا الضوء على البيت، لا ترحيلنا من هذا البيت، احنا ما بنرحل، احنا صامدين برغم المعاناه اللي بنعانيها في جوا بيوتنا. لو الاولاد صار بيعانوا صابتهم من حالات نفسيه من هذا الاحتلال ومن المستوطنين، يعني انا البنت ما نامت طول الليل من اللي صار فيها، صابتها خوفي، حتى المديره بتاعت المستشفى اتصلت علي بتقول لي مال البنت هيك صاير فيها من الجيش. فقلت لها انا شو اسوي؟ يعني كل مره هذا الشيء بيسووه ان الاحتلال بيحاولوا انه يطلعونا من بيوتنا، بيحاولوا انه يسووا كل الطرق المتاحه لهم انهم يرحلونا من هذا البلد، بس احنا صامدين في هذا البيت. بس أرد أوصل رسالتي للعالم، أنا بنتي وبناتي على مدار 24 ساعة عايشين في البيت، فيش منتزه، فيش مطرح يطلعوا عليه، فيش ولا مطرح يروحوا عليه، وضع البيت أنا صرت باستمرار مش عارف أروح الشغل ولا أروح أجي، صرت حوالين البيت، في قلب البيت، ولا بشتغل ولا بكمل، إلي أكثر من سنة بأيام الكورونا من الوضع اللي بيصير من المستوطنين. يا أختي ولا أي نوع دعم بيصنع ولا أي شيء ولا أي شيء، حدا بيسألنا مؤسسات فلسطينية يقولوا وين أنتم؟ شو بيصير فيكم؟ يعني اليوم اجونا اخواننا من المحافظه وسالونا على الوضع واجوا شافوا كيف الوضع. قال احنا ما بنعرف انه للدرجه انه عندك الوضع هيك، قلت له كيف؟ احنا وضعنا سيء كثير، يعني عمالي انا واصل معي كيف للصفر، احنا لو قديش بنضل المعاناه هاي؟ لازم يكون في كل هذا يحدث معكم وانتم بيتكم محاصر تماما كما تقول بالمستوطنات. طيب بس سيد شادي ايضا من المهم جدا انه اقول لك انه البنات ما شاء الله في هذا الفيديو الصبايا يعني بدوا صامدين وثابتين هيك مش خايفين حتى مع انه واقف قدامهم جنود احتلال. وهي البنت اللي على اليسار بدي اعرف اسمك، وهي بتقول بدي اختي هون، ما شاء الله عليها قويه وطريقتها هيك قويه، يعني احكي لي ما خفتي من هذا الجندي، جندي الاحتلال اللي جاي بيقبض على اختك، ما خفتي منه انه يقبض عليكي معها؟ احكي. لا انا ما خفت منهم. ايش اسمك الاول؟ زينب. زينب ما شاء الله عليكي. طيب زينب يعني ما خفتي وقلتي له بدي اختي هون، هاي اختي من لحمي ومن دمي، خذوني بدلها، هيك كل الاشياء. يبدو انه يعني انتم متربيين قوايا ومتربيين عارفين انه هذا حقكم. صح. طيب انا اول طيب اتكلمي زي اول شيء لما اجي تقلوا اختي انا يعني ما بحبش حدا يقرب على اختي، يعني انا اكل علي يعني حدا يقرب على اختي وعلى اختي هي الاكبر مني، فانا خفت على اختي، فانا ترجعت كثير وما خفتش من اللي اجوا علينا الجيش،
وحكيت كل هذا الاشي، والجندي بقول لي بلا اختك، صرت اقول له انا اختي هاي من لحمي ودمي. هو صار يقول لي ده هو لما ابوي واختي راحوا، صار هو يدعي في يدعي يدعي فينا ويقول لنا ممنوع تلحقونا. فانا وهو قاعد فقدنا الاتصال مرة أخرى بأسرة شادي صدر والدة الطفلة. فهم ما رضوش يعدوني من الجهة من عنا من هون، فأنا لفت من الشارع الثاني ولحقت أبو أختي وأبوي، فضلينا نقولهم اطلعوا لنا أختي، وهم ما رد أختي ما ردوا هم، فهم صاروا يقولوا إنها هي كانت حامل سكينة. يعني انا اللي بطلبه يا اخت انه لازم يكون محاسبه دوليه لهدول الجنود اللي بيتعاملوا مع الاطفال الاطفال الفلسطينيه بالطريقه بالهمجيه بالطريقه هاي. هذه مش طريقه انسان، هدول ما بيعرفوا الانسان ولا بيعرفوا حقوق الانسان، هدول هم قتلة الانسان اللي بيتعاملوا مع الناس هيك وبيتعاملوا مع البشر هيك. وضحت الفكرة سيد شادي، وصلت رسالتك بالطبع سيد شادي صدر والد الطفلة الفلسطينية سلوى. شكرا جزيلا لك سيد شادي، وشكرا لسلوى، شكرا أيضا لزينب، والله يبارك لك في هدول البنات، ما شاء الله عليهم، الله يحميهم. مشاهدينا المسائية مستمرة، وبعد قليل استمرار ردود الأفعال المنددة بالحكم على مذيع الجزيرة مباشرة أحمد طه. الاتحاد الأوروبي يشدد على احترام حرية الصحافة، وهيومن رايتس ووتش تقول الحكم لا يقبله عقل ولا منطق ويفتقر لأبسط أساليب التقاضي العادلة.